تتعالى أصوات أطفال وسط مساحة واسعة من العشب كانت في يوم من الأيام ضمن قصر أو كما يحلو للبعض تسميته ضيعة قيس بن علي. وما يثير الانتباه للوهلة الأولى عبارات كتبها المواطنون منذ حوالي السنتين: ما ضاع حق وراءه مطالب، وعبارة بيت الجابسي، وهي عبارات تخفي وراءها قصة طريقة انتزاع الضيعة من ملكها الأصلي. توجهنا نحو القصر أين انتشرت شظايا البلور المكسور هنا وهناك، قصر أصبح رمز لنظام طالما قمع وظلم العديد. خرجت من القرية جيت لهنا، خدمت في المرمى، فهمتني؟ بقيت معاه شهرين، يعطي فيه في 10 10 20، فهمتني؟ ياك جيت نطفي خلاصي، قال لي برا امشي ولا ندفك بالحبس. باش نحكي معاه أنا؟ كان نحكي معاه بالقوة باش يدخلني للحبس. أنا كي دخلت هنا مخي حبس، فهمت؟ على فلوسي اللي مشيت ما عملتلوش حتى شيء. مثل محمد العديد وجدناهم على عين المكان، فخلف حب الاطلاع هناك مرارة. تونس عايشين فيها كعبتين وكعبة، وشعب ميت بالشر شاطر وما لقاش تعشى. هذه دم الشعب، هذه أكبر دليل على أنهم هم قاعدين يمصفوا دم الشعب. رغم مرور قرابة السنتين لا يزال العديد من السياح يتوافدون على القصر، وهو ما أكدته السيدة سيرين بن فرج عن مكتب التوجيه السياحي بالحمامات. يحبوا يزوروهم برشا، يكتشفوا لوندغوا، يحبوا يعرفوا اسكو سي بيرمي ولا، أما احنا ما عندناش بيرميسيون يعني باش نجموا يزوروهم، خاطر حسب ما فهمت انا ديجا الأرض شارينها من صحابها مش بالبري الأصلي نتاعها، دونك رجعت لصحابها الأصليين، دونك رجعت بريفي ما عادش بوبليك تبع الدولة. وراء الرمادي والركام لا تزال علامات الثراء وحياة الرفاهية والبذخ واضحة، جعلت السيدة سميرة حجيش تتحسر على أموال الشعب التي هدرت. كيف نشوف حاجة كما هكايا بتأسف على معناتها أرض كما هكايا بحذا البحر ما تهونش باش تضيع هكاك. والله فلوس تونس هذيك مشات هيك باش حاجة اللي تزيد تأسفني، هذيك فلوس مواطنين وفلوس نتاع شعب. هذا المكان الذي كان من بين المحرمات على الشعب التونسي أصبح مكانا تمارس فيه المحرمات، وهو ما أكده لنا أيمن عز الدين. كل ما نجي ونلقاو كيك فما لهنا باش يجيو يجيبوا كراهب مسوقين والحاجة باش لهنا حاجات مش باهية، ولا يستغلوا فيه في حاجات مش باهية، تفكيك الكراهب هاك فما قطايع كراهب وهذيك يعملوا شرب الخمر. بين هذا وذاك يبقى هذا المكان شاهد على عصر وعبرة للظالمين في الأرض، فإذا رغبت الملوك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة.